عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن وفيكم بأسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 8/9/2022. ونبدأ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19 من 100 جنيه شراء، 19.26 من 100 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19 من 100 جنيه شراء، 19.25 من 100 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر 19 من 100 جنيه شراء، 19.25 من 100 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.21 من 100 جنيه شراء، 19.27 من 100 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 19.21 من 100 جنيه شراء، 19.27 من 100 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.24 من 100 جنيه شراء، 19.27 من 100 جنيه للبيع. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دعمنا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.